السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما معكم أخوكم عصام نور قناة الظهرة الفلاحية. والله غير كنت ندور هكا نمشي نتجول، عجبني هذا المنظر. هاي من هنايا على حافة الرصيف وجدت هذه النباتات المزروعة. هاي هنا كما راكم تشوفوا فيها مزروعة في أسس معلقة، وراه كاينه شارع عام وبه مجموعة من الطرقات، وهذا المكان به محطات للحافلات. الحاجة اللي عجبتني أن هذه النباتات مكاش واحد يلمسها، حتى الأطفال، تشوف الأطفال فايتين عليها وراجعين مهمش رايحين يتوشيها ولا رايحين يفسدوها ولا رايحين يقطفوا الأزهار تاعها، وهذا يدل على أن الكل يحترم أو الكل يلتزم بالتربية البيئية. معنى كل واحد مربي سواء كان صغير ولا كان كبير باش يحترم النباتات. كذلك حتى الأطفال هنا في أوروبا متعودين على زراعة النباتات انطلاقا من المدرسة، من التعليم الابتدائي يتعلموا يهتموا بالنباتات، زراعة النباتات، سقي النباتات والمحافظة عليها. ولذلك فالتربية البيئية يلزم منا نعلم أولادنا على احترام النباتات، المحافظة على النباتات، كذلك وندربوهم على زراعة النباتات. هذه احنا يا نباتات كون جات عندنا في الجزائر أكيد يفوت طفل ولا حاجة أكيد راح يقطف هذه الأزهار. وين راكم تشوفوا ونشت بعيني الأطفال يمروا يلعبوا على حافة الطريق وكاع مكاش واحد يلمس هذه النباتات، وهذه هنايا تدخل في التربية البيئية. حتى كذلك أطفالنا أبنائنا يجب أن نعلموهم، اللي قلنا نعلموهم يحترموا البيئة، يحترموا النبات، يحترموا الشجرة، يزرعوا الشجرة، يسقوا الشجرة. إذن وبهذا إن شاء الله سوف تصبح كامل بلادنا خضراء. يمكننا أن نعلم أبنائنا بزراعة النباتات أو نباتات الزينة حتى بمدارسنا حتى ببيوتنا. إذا بهذا إخواني أخواتي مشاهدي قناة الظهر الفلاحية أشكركم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.